السلام عليكم. هذه محطة جديدة تاع سيدي العجل بولاية الجلفة، واللي تم الأشغال بها، ورغم أنه الخط مازال لم يكتمل، يعني 100% فيه بعض الأشغال، والخط هذا يعني فيه جلفة إلى بوكزول، ومن جلفة نحو الأواط، وكذلك ما يعاب عن هذه المحطات يعني اللي تم إنجازها على الخط هذا، وكذلك خط تسمسيلة المسيلة يعني بطريقة أفقيا. المحطات هذه الطراز نتاعها يعني لا يتناسب مع المنطقة نتاع يعني وسط البلاد. كان المفروض يديروا يعني تصميم يناسب التقاليد والمنطقة والعمران بصفة عامة تاع المنطقة، وكذلك حتى من ناحية يعني المواد المستعملة في هذه المحطات فهي لا تتناسب مع الطبيعة المناخية اللي فيها تاع المنطقة هذه، اللي فيها يعني تمتاز بالتربة يعني الغبار في أثناء الرياح والحرارة الكبيرة اللي قد تؤثر على هذا النمط نتاع العمران. إذن فيها يعني يعني غير ملا يعني في هذا النمط غير ملائم تماما مع المناخ الطبيعي للمنطقة، وحيطرح هذا النمط تاع البناء سوف يطرح مشاكل كبيرة في قضية الصيانة نتاع هذه البنايات. أمر مؤسف يعني. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.